قفوا بمخافة الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. ولكني قلت لكم إنكم رأيتموني ولم تؤمنوا. كل ما أعطانيه أبي فإلي يقبلوا، ومن يقبل إلي لا أطرحه خارجا. لأني قد نزلت من السماء ليس لكي أعمل إرادتي بل إرادة من أرسلني، وهذه هي إرادة من أرسلني، أن كل من أعطاني لا أهلك أحدا منه بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي إرادة أبي، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وكانوا يقولون: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف، هذا الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول الآن إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يجذبه إلي الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فإنه مكتوب في الأنبياء:
يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من أبي وتعلم فهو يقبل إلي. والمجد لله دائم.